نحن شركة الأندلس وكلاء شركة جامك من أكبر الشركات على مستوى الشرق الأوسط. دخلت السوق المصري في نهاية بداية هذا العام واستقال حوالي تقريبا 12 شهر في السوق المصري. فتميزنا في السوق المصري انه عم نعطي اسعار كتير حلوة، اسعار حلوة، وحافظنا على الكواليتي على الجودة. ونحن ان شاء الله ماشيين بهذا الامر بعد استقرار الدولار لحد معين والتعويم. هذا الموضوع ساهم في استقرار عمليات البيع والشراء، سهل كتير. ونحن نتمنى الامور تضل هيك مستقرة في عمليات البيع والبيع الدولار واستقرار في سعر الصرف وان شاء الله. نحن حجم عمليات الاستيراد شوي صعبوا الامور في الجمرك في المينا المصري، بس نحن ماشيين. السلعه هي مكمله للصناعه المصريه، فاستيرادها مهم، لانه كل ما كان سعره كويس بيساهم المصنع المصري يعطي منتجه بسعر اوضح، لانه اوفر، بيوفر في الاسعار احسن ما يجيبها من المانيا. اعطيناه مثلا نفس الجوده بس صناعه تركيه والسعر اخف. الصراع في مصر صار فيها نشاط من نص الثاني من هذه السنه، من حوالي 6 شهور بعد استقرار الدولار. صار وقت ازمه الدولار ارتفع، الدولار تعوم سعره، صار مشاكل بعد ما استقر على حوالي تقريبا 17.70 17-18 تقريبا. خلى العالم تعرف شلون تحدد تكاليف منتجها، تحدد شلون تشتغل، والامور ان شاء الله احسن. طبعا تعويم الدولار ساهم، شجع الصناعه المصريه، صار الاستيراد صعب احسن ما يستورد. ما كان صيني صار يصنعه في مصر، وهذا الموضوع بيساهم بشجع الصناعه وبصير اقبال عليها اكثر الصناعه المصريه. ايه ابرز المعوقات اللي واجهت الشركه الفتره؟ المعوقات اللي عم تعذبنا شوي نحن باعتبار انه وقت نحن عم نستورد محركات، فالضرايب عم ياخذوا مننا نسبه ضرايب عاليه باعتبار عم يحموا الصناعه المصريه في المحركات. فنحن مع الصناعه المصريه في المحركات مكمل لهم. لو ما اجى المنتج التركي، اجى المنتج الالماني، اجى غير منتجات، ما رح نحسن ندخل يحسن المصنع المصري في صناعه المحركات. في شركات في مصر تصنع محركات بس مو كل الاستطاعات، مو كل الامور. هذا الامر عم يعذبنا شوي في المينا. هن عم يحاولوا يشددوا عشان يشجعوا الصناعه المصريه. اوكي نحن مع الصناعه المصريه بس نحن مكمل لهم.